بضاعة وكل حصل له سيارته واصحاب واحباب وخلاص. اسمع، هذه اخر فرصة لك وما نش عسامحك الا بشروط. عبنا الشروط. شروط تتكلم يا عمه. الشرط الاول تذبح ثور وتذبحه قدام الرجال كلهم لانك سبقني وغلطت علي. ثور استرسلي لا توقف شرطي. الشرط الثاني ان الارضية حق الحوبان تكتبها باسم بنتي وردة. الارضية هذه عليك انت اللي تبصر، احنا في بيت اكتبها بنتك دحين. الشرط الثالث والاهم والخطير تجي وتبس ركبتي وتترجاني قول لي يا عم حمامة سامحيني واني عدني افكر اسامحك ولا لا. مالك يا عبد الركاب؟ ابوس ركبت مين؟ ما بصتش ركبت ابي وامي. اجي احب ركبتك انت برميل عقولي هذا. لو انت حمامة فوق حمامة لو انت ناصر ما بوسك هكذا يعني. خلاص وردة وحرام عادك تشمي. وردة؟ من ذا وردة؟ من ذا سعد وردة؟ وردة بنتك يا شو الليل ودقي مسمار عرض القدار وعلقي فوق ذكرياتك القميلة. أما أنا أبوس ركبك على غيري قولي كسرهن من المفاصل ما عنديش مانع. أقول لك خرجوا برا البيت، خرجوا ماشي شمس إلا صورة. أقول لك خرجوا ماشي شمس إلا صورة. أستاذ عن بيت مدري مين وبيت زواحف وعقارب.